تعالى بقى نتكلم عن المباراة ومعطيات ما قبل هذه المباراة اللي هتنطلق الساعة 8 مساء على استاد القاهرة الدولي، وإن شاء الله الأهلي يكون موفق فيها. لكن اللي لفت نظر كل جمهور النادي الأهلي هو انضمام صالح جمعة لاعب الفريق المستبعد مع مستر رينيه فايلر، ما شاركش غير 5 دقائق تقريبا معاه من ساعة ما جه، ولقينا امبارح في القائمة تم الإعلان عنها بتواجد صالح جمعة، وده أمر مهم جدا. البعض على السوشيال ميديا بيتكلم على موضوع الستوري ومش الستوري وكلام من ده، انا مش متاكد بنسبه 100% الستوري دي تخص صالح جمعه، فانا مش هتطرق ليها القصه اللي الناس تبعتها يعني على السوشيال ميديا. لكن الاهم بالنسبه لي، الاهم بالنسبه لي وده امر غايه في الاهميه، ان انت عارف دايما ان المدربين المديرين الفنيين انواع. في مدرب يجي يبص على تقارير خاصة بكل اللاعبين اللي عنده كمدرب جديد وياخد انطباعات أولية عن كل اللاعبين، وبناء على هذه الانطباعات بياخد قرارات، زي مثلا ما حصل مع مستر فايلر. الراجل جه شاف تقرير عن صالح جمعة، لقى ان اللاعب يعني ما بيلعبش كتير، في مشاكل معينة كلام من ده، فقال لك لا انا واخد انطباع عنه، الراجل ده انا مش محتاجه معايا الفترة اللي جاية، وهو صرح بكده. النوع الاخر واللي حصل مع مستر بيتسو موسيماني، بيشوف تقارير وبيبص على التقارير دي وبيحطها في اعتباراته، لكن في نفس الوقت تفكيره هو ايه؟ ان هو يمد ايده لكل اللاعبين. انت بقى كان عندك مشاكل قبل كده، ما كنتش بتشارك، كنت بتشارك ايا كان ايه وضعك وايه ظروفك، انا بمد لك ايدي. فلما همد لك ايدي فالدور عليك انت كلاعب تثبت وجودك. فالنيه كويسه عند المدير الفني الجديد مستر موسيماني. الدور على مين؟ الدور على صالح او اي لعيب اخر، انه يثبت تواجده، يثبت ان هو ملتزم، يثبت ان هو يستحق في التواجد في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي. فدي مدرسه او دي عقليه مختلفه عن عقليه مستر رينيه فايلر بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني، وامر جيد جدا في الحقيقه بالنسبه لتواجد صالح جمعه في قائمه الفريق في مباراه اليوم. هنشوف هيشارك ولا لا، لكن في كل الاحوال خطوه جيده، وخصوصا ان صالح مقيد في القائمه الافريقيه، فانت محتاج لكل لعيب متواجد في القائمة الأفريقية قبل الفترة اللي جاية طبعا من مباراتي الوداد المغربي، اللي هم أكيد المباريات الأهم غاية في الأهمية طبعا بالنسبة للنادي الأهلي ولجماهيره طبعا. طيب عايز أتكلم كمان عن الأهلي في مباراة اليوم وكيف يستعد لهذه المباراة، وخصوصا أن حضراتكم عارفين أن المباراة دي من ضمن المباريات اللي بيستعد من خلالها مستر بيتسو موسيماني وايضا اللاعبين لمباراتي الوداد، فالاستعداد هيكون مختلف شويه، ممكن ما نلمس اي جوانب فنيه سريعا بسبب تواجد مدير فني جديد، لكن هنشوف على مدار المباراه. مش مطالب اي حاجه من مستر بيتسو موسيماني غير ان هو يبتدي يتاقلم بشكل سريع مع الفريق قبل مواجهتي الوداد. ومباراه اليوم بكل تاكيد غايه في الصعوبه، لان انت عندك اهداف متعدده، سواء تجهيز اللاعبين للمرحله الافريقيه او حتى مواصله الانتصارات عشان بعض الارقام القياسيه، رغم ان ده مش اولويه قوي بالنسبه للنادي الاهلي، لكن ليه لا، يعني امر مهم. وايضا ان انت هتلاعب فريق قوي جدا زي فريق المقاولون العرب بمدير فني ممتاز هو كابتن عماد النحاس، وبينافس طبعا على المربع الذهبي، فبالتالي من هنا جايه صعوبه هذه المباراه. في كل الاحوال، كل الاحوال يعني نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ومستر بيتسو موسيماني في مباراه اليوم.